روى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت لما خرج الخوارج يوم حروراء قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل. هؤلاء الخوارج لما نزلوا حروراء بعث إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظرهم لعلهم يرجعون. روى الحاكم والبيهقي والنسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما: قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. أبرد بالظهر أي أخره. فقال علي رضي الله عنه: إني أخافهم عليك. فقال: كلا. قال ابن عباس: فخرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن، فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون. قائلون أي في وقت قيلولة. فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ هي حلة جميلة، وهؤلاء القراء المجتهدون في العبادات الزاهدون في الدنيا ينكرون على مثل ابن عباس وهو الصحابي وهو العالم وهو ترجمان القرآن أن يلبس الحلل الجميلة، هكذا ظنهم. وأنا قلت لكم مرة: إن الزهد من أعمال القلوب ليس من أعمال الجوارح والأبدان. فقالوا: ما هذه الحلة؟ فقال: وما تعيبون علي، ولقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: فما جاء بك؟ قلت: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأخبركم بما يقولون وتخبروني بما تقولون. فعليهم أنزل الوحي وهم أعلم به منكم، وفيهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله عز وجل قال: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأتيت قوما ما رأيت قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر، وجوههم متغيرة، العينان ذابلتان، كذلك كانت وجوههم من كثرة قيام الليل، مسهمة وجوه من السهر، كأن أيديهم وركبهم ثفن البعير. هذا الموضع يعني ركبة البعير هذه عندما بكثرة ما يطأ عليها ليبرك كيف تصير؟ هذا الجهة التي تمس الأرض غليظة جدا، غليظة ثخينة، كذلك كانت ركبهم وأيديهم كأنها ثفن البعير من كثرة خرورهم سجدا. عليهم القمص المرحضة مغسولة بليت من كثرة ما تغسل، لأنهم زاهدون في الدنيا ليس لهم غير تلك القمص. فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قال لهم ابن عباس: ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا. قال: ما هن؟ قالوا: حكم في دين الله الرجال، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، فما للرجال وللحكم. فقال ابن عباس: هذه واحدة. قالوا: والأخرى أنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم. أنا قلت لكم أنا في المجلس الماضي كانوا
لا 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 يتبعون موليا مدبرا ولا يجهزون على جريح ولا يسلبون. فقالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم. واحدة من الجيوش إما أنهم مؤمنون فلا لم يجوز له أن يقاتلهم، ولما قاتلهم معناه أنهم ليسوا مؤمنين، فينبغي أن يأذن لنا في سبيهم وغنيمتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الثانية. فما الثالثة؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هذه القضية الثالثة، الأولى والثانية معروفتان عندكم. القضية الثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، هذه يذكرها الهيثم بن عدي في كتابه في تاريخ الخوارج، يرويها عنه الحافظ ابن كثير في التاريخ. إن يقول إن عليا رضي الله عنه لما كاتب معاوية في قضية التحكيم والصلح بعث إليه الأشعث بن قيس بذلك الكتاب. لما جاء الكتاب إلى معاوية رضي الله عنه يقرأ فيه من عبد الله أمير المؤمنين علي إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية لو كنت أعلم أنه أمير المؤمنين ما قتلته، لأنه لم يبايعه. فقال ولكن ليكتب اسمه وليبدأ به قبل اسمي لفضله وسابقته. فصنع علي رضي الله عنه الذي طلب معاوية فمحى اسمه أمير المؤمنين. فهذا الذي يقول الخوارج محى أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال ابن عباس ألكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أرأيتم لو جئتكم من كتاب، لو قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا نعم. قال أما قولكم حكم في دين الله الرجال فأنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما رد الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب أو نحوها من الصيد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل قراءة يحكم به من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فنشدتكم بالله. أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم؟ ولو شاء الله لحكم وما صير الحكم إلى الرجال. قال وفي امرأتي وزوجها يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فنشدتكم بالله أحكم الرجال في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم أفضل أم حكمهم في بضع امرأة؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم، فإن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة. قال فنظر بعضهم إلى بعض. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فأنا أقرأ عليكم ما يرضيكم، قد سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب يوم الحديبية لما صالح قومه قريشا، فدعا أمير المؤمنين يقصد عليا فقال اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقالت قريش ما لا تكتب رسول الله، ما نعلم أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك.
فمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه. قال ابن عباس: فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وما أخرجه من النبوة أن محى نفسه. قال: فرجع مع ابن عباس 2000 وبقي 4، لأنهم كانوا اعتزلوا، لأن هؤلاء الذين جاءوا حروراء قالوا اعتزلوا في هذه الرواية، اعتزلوا 6000 في دار، وفي غيرها يقال كانوا 8000، وفي غيرها 10000، وفي غيرها كانوا 12000. فلما رجع ابن عباس ورأى علي صنيعه أتاهم علي نفسه يناظرهم.